بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق الله العظيم. سلام الله عليكم أخواتي الكريمات، فيديو جديد وقصص جديدة من ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصص أكثر أصحابها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية وبالصيغة العادية، وقد جنوا ثمرات هذا الذكر. وقبل ما نبدأ، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكما أقول دائما أن هدفي من سرد هذه القصص الحقيقية هو أن نرفع يقيننا وأن نقبل على ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالصيغة الإبراهيمية، لأنها الأسرع استجابة دعوتنا، كذلك كي نحفز بعضنا أكثر فأكثر، وكذلك كي نساهم في نشر الخير، على تكون هذه القصص تفريج لكربة من كربات مؤمن. وقبل ما أبدأ في سرد هذه القصص، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب بالفيديو الدال على الخير كفاعله، كذلك لا تنسي أن تشاركي هذا المقطع مع من تعرفين، علك تكونين سببا في تفريج كربة من كرب مؤمن فتأخذين الأجر معي. بارك الله فيكم جميعا. تقول صاحبة القصة الأولى عن قصة حدثت لها مع الصلاة الإبراهيمية، تقول: عندي قصة حدثت معي قبل 5 أيام بفضل كثرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية. والله ثم والله العلي العظيم، بفضل الصلاة الإبراهيمية كنت محتارة في سداد ديوني، وفي نفس اليوم سبحان الله العظيم جاءني مبلغ من المال من حيث لا أحتسب، لدرجة أنني بكيت، مبلغ الله يبارك فيه، ولا يزال المال يتدفق علي من حيث لا أحتسب، ما شاء الله. تقول صاحبة القصة الثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فترة نمت بالفراش، لا أستطيع أن أمشي أو أن أجلس أو أقوم بأي شيء، بالليل أقرأ الفاتحة والصلاة الإبراهيمية والصلاة العادية، ولا حول ولا قوة إلا بالله بدون عدد. بعد 2 شهر الحمد لله ربي شفاني شفاء تاما والحمد لله وما شاء الله. أقول صاحبة القصة الثالثة: أنا واحدة منهم، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية في وقت السحر وشفتني، الحمد لله. تقول صاحبة القصة الرابعة: سبحان الله، من قبل فترة صليت الصلاة الإبراهيمية أعداد كبيرة يوم الجمعة، وبالليل نمت رأيت زلزال والأرض تهتز والناس يصرخون من ورائي ومن أمامي، إلا أنا ما اهتزت الأرض تحتي، وكنت واقفة أتفرج فيهم، وكان في شيء في نفسي يقول إنه من فضل الصلاة الإبراهيمية. تقول صاحبة القصة الخامسة: جهاز الكمبيوتر الذي عليه تعب سنين احترق من 2 شهر، وأصبت بأزمة صحية بسبب شدة كربي، وهو من 2 شهر عند المصلح. بالأمس دعوت وقت العصر بصلاحه، مباشرة بعد آخر العصر جاءني خبر أنه تم إصلاحه، مع أن المختص بالبداية قال أنه يجب فرمطته، أي مسح ذاكرته، لكن الشخص الآخر ألهمه الله حلا آخر، أعاد لي ذاكرة الكمبيوتر كاملة، والحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات، لا مستحيل مع الله. مع العلم هذه الفترة ملتزمة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طوال الوقت. تقول صاحبة القصة السادسة: مختصر قصتي أني كنت مقدمة على قرض سكن من الحكومة ونرفض لأني مو مستوفية الشروط، فكنت أردد الصلاة الإبراهيمية من 1000 إلى 3000 مرة في اليوم، وأروح عند المدير
يقول لي روحي بنشوف الموضوع بعد 4 أشهر. وكان في رمضان المدير طلب مقابلة مدير البنك المركزي علشان موضوعي، وكانت معجزة أن دائرة حكومية تتحرك علشاني، وبعد الاجتماع أعطوني استثناء. ومو بس كده، بعد فترة نزلوا قرار رسمي في الجريدة أنهم قبلوا الحالات مثل حالتي، وفتحوا مجال لناس كانت خلاص يأست أنها تأخذ القروض أو بيوت الحكومة. وأنا من بدأت عندي المشكلة لأن انحلت 4 شهور وما وقفت، من أول ما أصحى لأن أنام أردده، وأنا على يقين أني بحصل مرادي ولسه مستمرة وما تركتها. صارت ورد يومي مع الحوقلة وأذكار الصباح. إن شاء الله أكون أفدتكم. تقول صاحبة القصة السابعة: جربتها صدفة وكنت أعاني من تعطيل مدة 2 سنين ومشاكل. جربتها 3 ليالي 1000 مرة باليوم. حلمت برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لي: عندك سحر مأكول. ومن سحرني وكيف العلاج؟ وقال لي أيضا: هذا سحر قديم منذ 5 سنين وأكثر، والله على ما أقول شهيد. واستمريت عليها منذ 2 سنين وخضت حرب قوية مع الجن والشياطين ولسه مستمر عليها. أدعو لي الله ينتقم من اللي سحرتني. مؤمة أديتها بحرف، الله شاهد، وكنت آكل من إيدها ولا أفكر ممكن تأذيني بشيء، لكنها عملت السحر. الله ينتقم منها كله من الغيرة والحسد ويردها لها كل شيء مريت به من تعطيل وحزن وكآبة ومشاكل. نهاية: أتمنى أن تكون هذه القصص قد استفدتم منها وقد حفزتكم وقد شجعتكم للإقبال على ورد الصلاة الإبراهيمية، خاصة ونحن في شهر الصيام. بارك الله فيكم، دمتي متألقة وناجحة في حياتك. سلام الله عليكم.